بعد معاناتها مع فيروس كورونا، توفيت الإعلامية المغربية ليلى الترزين بسبب إصابتها بالفيروس، وتعتبر وفاتها هي الأولى بين المشاهير العرب بهذا الفيروس المستجد الذي يجتاح العالم بأجمعه وتزداد رقعة انتشاره، فيما سارع عدد من زملائها إلى رثائها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بكلمات مبكية. ونعت الإعلامية إيمان أغوتان خبر وفاة زميلتها الراحلة ليلى الترزيم عبر حسابها على الفيسبوك بتدوينة مؤثرة كتبت فيها: علمت للتو أن زميلتي السابقة في ميدي أن تي في ليلى الترزيم من بين من وفاتهم المنية اليوم بسبب الوباء اللعين. رحمك الله عزيزتي وأسكنك فسيح الجنان وألهم زويك جميل الصبر والسلوان، إنا لله وإنا إليه راجعون. كما نعاها الإعلامي في قناة العربية إبراهيم بدر على تويتر مغردا: تلقيت اليوم خبرا صادما عن وفاة الصديقة العزيزة والزميلة السابقة في قناة ميدي وان تي في بالمغرب ليلى الترزيم بعد إصابتها بفيروس كورونا. رحمك الله يا ليلى وألهم أهلك وأحبتك الصبر والسلوان. وأدخلت الراحلة ليلى الترزيم إلى المستشفى العسكري بالرباط بعد تدهور حالتها الصحية، حيث كانت تعاني من مرض القصور الكلوي، لتؤكد التحاليل المخبرية بخبر إصابتها بفيروس كورونا الذي فاقم وضعها الصحي وتوفيت على إثره. ليلى الترزيم هي إعلامية مغربية عملت في تلفزيون ميدي وان تي في، وشغلت منصب مساعد المدير العام الأسبق للقناة. والجدير بالذكر أن العديد من المشاهير العرب والأجانب أعلنوا إصابتهم بفيروس كورونا المستجد في الأيام الماضية، إلا أن حالتهم الصحية مستقرة، وكان من بينهم الفنان إدريس ألبا والفنانة المصرية رولا محمود والإعلامية اللبنانية مي شرياق، في حين أعلن عدد منهم شفاءهم، وكان من بينهم الفنانة هند البحرانية والمذيعة اللبنانية لجين عضاضة والنجم العالمي توم هانكس وزوجته. وفي المقابل توفي عازف الساكسوفون الكاميروني الشهير مانو ديبانجو بسبب إصابته بكورونا، واعتبر أول حالة وفاة بين الفنانين الأجانب بهذا الفيروس. غفر الله لها ورحمها وأسكنها فسيح جناته وألهم أهلها وأحبائها الصبر والسلوان.